حياكم الله مشاهدينا، حياكم من مهرجان قطر ومن مخيم مسعود بن هادي الهاجري، وطبعا الجيران اللي جايين في هالمهرجان اللي مخيم واللي مشارك واللي جاي، نقول الله يمسيكم بالخير جميعا. يا مرحبا بالنور والسلام. من اكبركم يا الربع؟ من اكبركم؟ عبد الهادي اللي ودك. معك يا ابو فهد. معك يا ابو فهد، بس انا ماني بكبر جد، ما اقدرهم معك. طيب توكلنا على الله. مرحبا. الله يحييك يا ابو فهد. حيا. احنا والله سعيدين ان شفناكم بعد سنه وحنا في المهرجان اللي ما شاء الله تبارك الله، بالبشور طيب والجوائز جات طلائعها من شوي، ركاز السود على تريله 10 جات، والخير جاي. يا مرحبا. وانت مرحب من المشاركين العام، وماخذ لك جوائز وماخذ من المبادلين طبعا العام. اعطنا علومك، من رحنا منك العام لهالحين. علومي يا مرحبا. الله يبقيك. بالجميع. تسلم. في محلكم وعند اخوانكم وعند ربعكم. اما بالنسبه للمشاركات العام راح باللي راح به، وعندكم وخذينا نعم في العشر الاوائل ولله الحمد. ما شاء الله. حنا وغيرنا. نعم. ونطمح لاكثر. نعم. وذا السنه ان شاء الله مشاركين، عندنا فرديات، والتوفيق على ربي سبحانه وتعالى. طبعا مهرجانكم السنه ذي بحله جديده غير العام. صحيح، مهرجاننا طال عمرك كل سنه يتطور اكثر. نعم. اولا نشكر سيدي سمو الامير. يستاهل. والنادي والقايمين عليه. نعم. وكل سنة اجتهادهم أكثر، وذا السنة في دعم قوي، وفي حتى تحفيز لأهل اللجان وأهل النظر وأهل الجوائز لهم، وهذا تشجيع للشيء هذا. نعم. ومجتهدين، وإن شاء الله أن الله يوفقهم، ونشكرهم، نشكرهم شكر جزيل جدا. يستاهلون. وش الصفقات يا بيع يا أبو فهد؟ والله إحنا في بداية. نعم. بيع هنا ما ادري، لكن جاء مشترى. طيب. واكثر ناس شرى، واللي شاري اليوم ما وضح. هي. يعني من وش باب وش التركيز عليه السنه هذه من ناحيه الالوان؟ جميع الالوان كلها، وذا السنه حطوا مهجنات هجن. نعم. نعم. هذه اول مره تقوم عندنا في قطر. ما شاء الله. منهم الاخ صالح الشرقي عنده. اي ما شاء الله، بيجي المقرهون بيعطينا له. اي، و هذا الشيء الجديد اللي دخل على البل اللي هو اللون هذا او ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. لا عندكم السنه هذه عندكم يمكن 138 رمز. الرموز واجد. واجد. و 124 شوط. والتوفيق على الله سبحانه. الله يوفقك. عطى مسعود، عطى مسعود. مسعود يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويسلمك. مشارك يا مسعود. مالك لو. مخيم. مخيم. مشجع. عارضين. ايه. الله الله. وش عرضت؟ والله عندنا مهجنات. مهجنات؟ اي والله. ما شاء الله تبارك الله. عندنا مهجنات. جا بيع جا شراء. والله فيه دوقه ولا بعد صار شيء. اسوام. لذي الحين. لذي الحين. العرب ما بعد اكتملوا. نعم. وان شاء الله بقي. على البدايه. على البدايه. يا مرحبا يا ابو فهد، عطنا الاسم كامل. الله يبقيك والسامع. عطنا الاسم. سعيد بن فهيد الفهري، الله يطول عمرك والسامع. ونعم يا سعيد. مالك جود ومن يسمع. مشارك يا فهيد. صحيح. يا ابو فهيد وش مشاركه؟ والله مشاركه في جميع الالوان. اي نعم. انت العام مشارك؟ شاركت العام. اي اي نعم. والسنه هذه معزز؟ معززين وعلى ربنا متوكلين. العام وش خذيت؟ خذيت الثاني في المفاريد الصفر. ما شاء الله تبارك الله. اي نعم. واللي اخذت الثاني وين هي؟ انباعت ولا موجوده؟ موجوده طال عمرك وان شاء الله مجهزها. تمنينا بالاول والعلم عند الله. وش عندك غيرها؟ عندنا شعر وعندنا صفر وعندنا وضح وشوقح. مشاركه في جميع الفئات؟ في جميع الفئات ان شاء الله. طيب البيع جا بيع جا شراء جا شيء؟ والله ان شاء الله عاملين بخير ان شاء الله، في مشتروات في نعم. مشتروات وان شاء الله الخير ان شاء الله قادم. يا ربي لك الحمد والشكر. والله يحييكم ترى. الله يبقيك ويطول عمرك. السلام. طبعا السنه هذه مهرجانكم غير. طبعا غير. من جميع النواحي. من جميع النواحي ان شاء الله. هم نشكر القايمين عليه، ونشكركم على الزيارة وعلى جيتكم عندنا. مرحبا بكم أسلم في محلكم الثاني. الله يبقيك. والله يحييكم ويحيي من يسمع. تسلم تسلم تسلم. أعطى سوقه سوقه خليه يروح. مرحبا يا مانع. إعلامي مشجع. مانع ابن محمد القحطاني.
القحطاني. طبعا انت اعلامي مغطي من العام. اي نعم، مغطي من النسخه الاولى. ما شاء الله تبارك الله. عطنا علوب. وفي كل طال عمرك نسخه نقول ما عاد ان هذا قمه التطوير. نعم. ولكن في كل نسخه تجي الجماعه القائمين على مثل هذا المهرجان. نعم. وبالدعم السخي من سمو امير البلاد المفدى تجد ان هناك تطوير ما كنا متخيلينه، ما كنا نتوقع. نعم. في السنه هذه ايضا نتوقع ان يجي شيء تطوير اكثر، وبدات الملامح من خلال تعزيز الجوائز. نعم. ومن خلال الاقبال على المشاركه، فنتمنى ان شاء الله للجميع التوفيق. امين يا رب العالمين. ما عندك نيه مشاركه؟ هلا الحين اشجع واكسب خبره. احسن. ابي الشرقي. مرحبا يا ابو. مشارك؟ مشارك نعم. وشو فيه؟ في المهجنات الاصايل. ما شاء الله تبارك. المهجنات الاصايل اول مشاركه لها السنه هذه. اول مشاركه واول اشواطئ. حلو. عطنا مشاعر هالمهجنات، عطنا مشاعر. مش اللي حصل عندكم ياما على ما في ريحته استانستوا. فرحنا وشرينا. حلو. كل اللي معته كلهم جاهزين وغيرهم مجهز. اي. اللي انت ما رايه انت. اي. والله يوفقهم في سعيهم. امين. ويوفق اهل المزاين بالحق والجهاد. نايف بن مانع بن غيث القحطاني. ونعم يا ابن رايد. تعالك زود. عطنا علومك. علوم عفاك وعفا سامع. مشاركين شوط التلاد الدولي. اي نعم. ونحب نشكر رئيس مهرجان او نادي قطر. يستاهل. على اتاحة لنا الفرصة ذا الزمان في شوط التلاد. العام شاركنا تلاد عندي والحمد لله في الدولي المفتوح وخذيت المركز الثاني. ما شاء الله تبارك. عطناهم فكره والله يبيض وجيهم، خذوها على الوجه المطلوب. حسن. السنه هذه تفاجانا وبيض الله وجيهم، فتح شوط التلات المفاريد والادق والجل، والله يبيض وجهه. استاهل. استاهل ابو جابر. وحنا مشاركين طال عمرك في شوط التلات، وجينا عندنا نيه ان كان مشاركه بعدد اكثر. نعم. ولكن جانا منهم من اخواننا الغالين اللي نصلت له بعض الفرديات الطيبه. شرع. وشرى. احسنت. وهنا نقول احنا ان شاء الله. ما اللي شرى منك؟ شرى مني ناس قد يمكن. شرى مني اخوي الغالي وشايبي عبد الهادي. يستاهل. بن فاهد الروقي. ويستاهل كل طيب. شرى مني ابكار ثنتين وضح على بعيري براق الجزيره ولد رمان ابو يد. ما شاء الله. وشرى مني بكره حمراء طيبه على بعير اخواني الغالين. محمد بن فهد بن جخدب واخوانه. نعم. اللي هو مضيم ولد مضيم الجزيره. ايوه نعم. ويستاهل ابو فهد. يستاهل. كل علومه طيبه وعندك انها عندي والله. يبله يبله. صارت لاد وعند اخوي وعند شايب الغالي يستاهل. اي بالله يستاهل، يستاهل الطيب. وش عندك مشاركه غير؟ ان شاء الله عندي مشاركه في شوط القعدان مفاريد. اي نعم. شوط القعدان حقائق. وان شاء الله عندي مشاركه في شوط الجل. ماشي. وضح. وشوط الدق وضح. وشوط المفاريد شعل، كل هنا تلاد ابشرك يا ابو سيف. ما شاء الله تبارك. وش تتوقع المنافسه السنه هذه وش بتكي فيه؟ والله في الوضح ولا في والله كلها ذا السنه اقول انها قويه، والله يبيض وجه القائمين عدا المهرجان. الله يستاهلون والله، الله يستاهل. وحنا طال عمرك ودنا انهم يفتحون السنوات القادمه. اي. شوط للقعدان تلاد. اي. وكل علومهم طيبة وكلنا أمل فيهم بكل توجيههم طيب في النادي في رئيس النادي وفي الرجال القائمين عليه. العام افتحونا ذا الزمان شوط التلاد في البكار والله يبيض وجيههم، والزمان الجاي يقول لعل وعسى يفتحونه في شوط المفاريد. لا تهتموا، كل سنة جايكم شيء أفضل من السنة اللي قبل. وأبشرك الحمد لله جينا الصياهد وبعنا، ولا به رعي منقية ولا رعي فرديات إلا ما معها عينات من بنات الفحل ومن الوسم. جعل ربي يطول عمرك وعمر السامع وبارك لنا في الحلال وفي الفحل. آمين. اللي عمر المراح. آمين. سواء في السعوديه سواء في قطر. يا ابو فهد. نعم طال عمرك. اول شيء ابو مانع جلي حياه قال اني شريت منه، صحيح انا شريت منه مشترى ومشترى صفطان، وهو دايب من اهل المصافيط وابن طيبه فرديات. نعم. واللي عنده فيها بركه. الله يبارك له.
واعتبر انه بيعه ما هو بيع علي ابو مانع، بيعه مثل العطاء يعني ولا. ونشكر طعمك الجميع ونشكركم طال عمركم، مرحبا ومسهلا. تسلم تسلم. لا انتم جميعا. شو اضافتك يا ابو فهد؟ اضافتي طال عمرك وعمر من يسمع. اول شيء بالنسبه للنادي، نادينا نادينا من ارقى النوادي اللي قد صارت، مع احترام النوادي الاخرى واللي سبقونا سابقا. نعم. وقاموا عليه قومه واجتهاد وفيه دعم قوي له. و و وما له يعني عمره قصير سنتين او ثلاث. نعم. ولكن طال عمرك تعدى اللي ساقه بسنوات طويله. ما شاء الله. صحيح؟ من تنظيم، من قوه، من امانه، من محاربه عبث، من غيره، يعني ما عليه اي غبار بالناحيه هذه. نعم. يمكن بعض الناس ما ادري يرضيه كلامي ولا هذا، ولا بيقول يمدح عشان ناديهم، لا صحيح الواقع، حتى انتم اعلاميين وشايفين. نعم. اي وحنا معه، ولا بس انا اتكلم اقتراح، ربما يصير اشياء ولا اشياء لان لها حلول. نعم. فإذا صار مثلا أي خطأ أو اشتباه مقصود، شخص قال والله الناقة هذه ما هي بالفئة هذه، هذه معرفته ومجتهد عليها وحالف، الله يجزاه خير، هذا مجتهد ما يلحق شيء. فإذا كانت فيه لجنة تقيم، أما السن أو التشبيه ولا الأمور الأخرى، فجاك صاحب الحلال وقال والله يا جماعة أنا ما أكذبكم، لكن أنا متأكد يقين عندي وعندي برهان وعندي دليل، اما الناقه ذي تلاد ما هي من النوع اللي شبهتوها عليه، ولا شاريها من الرجل هذا وعليها دين وبنت ناقته وبنت كذا مثلا. أيه. انا عندي ما يثبت بان الناقه هذه غير التشبيه اللي انتم شبهتوها او غير السن اللي الفئه اللي حطيتوها فيها. حلو. دليل. فانه يكون فيه استئناف للموضوع هذا. استئناف ما يمنع. يا اخي انا ماني بقران مثلا مع يعني الخطا يحصل، ولا هو بعيب انك تصلح خطاك. أنا لو أخطيت عليك يا أبو سيف مثلا، أخطيت باجتهادي وعندي إني صح ويقين، لكن ما أخطيت عليك أنا قاصدك بظلمة وبغيرها، لا هذه ما هي موجودة إن شاء الله. مثل هذه نظرتي. ما يمنع يا أخي رحم الله عمرنا علمني خطائي ما فيها شيء، مكتب جنب مكتب، والله أنا عندي كذا كذا يقين، خلاص حيلوه على الجهة الأخرى اللي هي الحل القضائي النهائي، صح؟ أن أيدوا هذا وأن أيدوا مثل محاكم. قصدك التشبيه والتهجين وهذا؟ تهجين، تشبيه، سن، لون غيره. يكون حلو عشان يكون الناس راضين. بعض الناس تلقاه طال عمرك متوكل 100% ما حد فيه حل. أنا ما جيت إلا أبي أشارك وأبي كذا. أما المتعمد من حنا يا المشاركين أو خابرين الخطأ، في كل يستاهل ما جاء. أنت تجيب لي شيء غلط؟ لا. بعدين هم حاطين رجال لهم ذمة، ما هم لا هو شايفين معي ولا معك ولا عيب، والله لو انه اخوه منهم ما يقدر يرجع. صحيح. نشكرهم ونقول بيض الله وجيههم واجتهاد طيب ونادي ناجح وامور طيبه، لكن حنا كلامنا بعد تشجيع لهم وافاده، لو كل انسان ادلى بنظريته اللي عنده ولا باموره بعد يستفيد بها النقاط الاخرى. أحسن. ولا ما حصل حاجه ونشكرهم والحمد لله، ونادينا متطور ونادينا نفتخر به والله. والله نفتخر به ونفتخر به والقائمين عليه، ونشكر رئيس النادي شكر جزيلا وجميع موظفينه من إلى. السماء غزيرة.